سيتجه ولكن عدالة وشرف والرياسة تأتي مع بيان مع شرف في مقدمة الشوط بحثا عن شرف الانتصار. عدالة يا بن حلفان ولكن المتألق يقدم لنا هجن الرياسة مع انطلاقة بيان نحو الانتصار. وبن مروشد ينطلق مع المركز الأول والرياسة تصدر البيان ولكن بن حلفان في موقع قريب ولكن بيان وعدالة. الأمتار الأخيرة الكاس، هل بقى هنا في المملكة العربية السعودية أم غادر مع هجن الرياسة؟ حتى هذه اللحظات الموقعة مع الأمتار الأخيرة أمتار الكاس أمتار الذهب لهب يا لهب. أعناد يعاند حتى هذه اللحظات بحثا عن هذا الكاس عن الذهب، لكن لهب لازال صامدا حتى هذه اللحظات. لهب ذهب رئاسي. هجن الرئاسة الكاس الثاني في هذا المساء. مشكور يا بن مراشد، مشكور يا حمدان يا فنان يا مبدع، من يبدع في هذا المساء. الله، فصيلة مع الكاس، فصيلة مع الذهب، مع الذهب. الحربي نايف بن صلاح الحربي مع فصيلة. جمايل بن رفعان. الكاس وين؟ الكاس مع أبناء المملكة مع الذهب مع الكاس. فصيلة جمايل ولكن وصلت الشيخة. الله عليك يا بن رفعان، بطل السيوف، كينج الكؤوس. بن رفعان مع الشرس. بن حلفان مشكور على هذا الأداء المميز والكبير. المركز الثاني الربيض، على المركز الثالث أو العنزية يتقدم ولكن الله يا ابن مراشد. المتألق قادما من دولة الإمارات، من دانة الدنيا دبي، تحديدا من زعبيل أحد أبطال ميدان المرموم. الميدان الذكي، سلام يا الميدان الذكي، سلام إلى أبناء زايد على خطف الكاس، كأس اللجنة الأولمبية السعودية من ميدان تبوك إلى دولة الإمارات مع بن مراشد، راشد بن محمد بن سعيد بن مراشد مع شباب. المركز الثاني ولكن النوماس الغالي، الانتصار الثمين يا مالك، هنا يا مالك عجايب. هجن الرياسة بدا بالوصول الان ليتشكل. هذا هو الاحمر الخطر، مر عبر الى النوماس مع الثلاثي الكبير، الثلاثي الخطير، ثلاثية حمراء. هنا تبث هذا الخطر على مقدمة الشوط لسيطرة رئاسية مع المركز الأول ومع المركز الثاني ومع المركز الثالث. ما شاء الله وتبارك الله، بمتابعة حمدان بن مراشد يتابع لنا هنا هذا الانطلاق، وهذا هو الإبداع وإلا فلا. من
نداءات النواميس يستجيب. عجيب ومنادي، المنادي بدأ يقترب، الرئاسة بدأت تتحرك، الأمتار الأخيرة والانتصار يحتار. ولكن عجيب يا الشامسية، من تسطع سماء في سماء ميدان منطقة تبوك. هنا الشامسية يظفر بالانتصار. سلام 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 لمالك عجيب مانع بن علي بن محمد بن حماد الشامسي الذي حضر مع عجيب، فحضر الإبداع مع هذا الشعار. والتانية موصولة للمضمر علي بن سعيد بن سالم الزرعي، تهانينا والف مبروك. المركز الثاني هجن الرئاسة مع وقاد. من تحكم القبضة في هذه اللحظات، من بدأت تسيطر على أجواء هذا الشوط بكل قوة وبكل جدارة. هجن الرئاسة تفرض السيطرة في هذا المساء بحضورها المعتاد وبحضورها الكبير وبحضور وإنجازات هذا الشعار اللي يحضر في مساء هذا اليوم ليهدي السلام والنماس والانتصار إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. سلام لهجن الرئاسة، سلام، تحية وألف احترام ومشكور يا بن مروشد، مشكور يا حمدان، والله يا أخوي إنك فنان في هذا المساء. تهانينا والنماس لهجن الرئاسة مع مزون. عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود مع مغور، ولكن الرئاسة مع الصدارة، سكر مع الصدارة، سكر مع المقدمة، مع المركز الأول بشعار هجن الرئاسة. مغور قادم، وكذلك الحضور والتقدم من برزان بشعار هجن الرئاسة. بدأ الآن بالتقدم، بدأ الآن بالانطلاق مع آخر الأمتار. شعار هجن الرئاسة يظفر بالفوز، شعار هجن الرئاسة يظفر بالنوماس والانتصار بمتابعة المتألق حمدان بن محمد بن سعيد بن مروشد. المركز الثاني مغوار بشعار صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود. اتحركت الرئاسة على المركز الرابع بانطلاقتي باندفاعتي هقوى على المركز الرابع، وايضا شعار الرئاسة على المركز الخامس. ولكن بن حماد، بن حماد وهجن الرئاسة، بن حماد وهجن الرئاسة ابنائي دولة الامارات يتنافسون من اجل الانتصار، من أجل النوماس الغالي. ولكن الرئاسة وهجنها تنطلق بانطلاقتي، صدى 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 أمبشرة وصدى، أمبشرة وصدى. ولكن يا صراع، يا صراع آخر الأمتار. ولكن من بشر، مبشر مبشر، من بشرت بن حماد بالفوز والانتصار. يا بن مروشد ماذا أنت بفاعل هنا مع هذا الانتصار، مع هذا المساء، مع هذا الانطلاق؟ الشعار الأحمر، أحمر خطر، عبر إلى النوماس، عبر إلى الانتصار بدون أوامر، بدون تعليمات. هنا، هنا مع هذا النوماس، مع هذا الانتصار الكبير، مشكور 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 باسم الجمهور يا راعي مواجه. هنا على المركز الأول وعلى المركز الثاني يتنافس على النوماس، على الانتصار. سلامي عليك يا حمدان، يا بن محمد، يا بن سعيد، يا بن مروشد. تنتقل السلامات إلى أبناء دولة الإمارات مع هذا الشعار الأحمر والخطر. أنا أشهد أن